كان المفروض إنه نكون بهالليلة عم نحتفل، وأنا كون قاعد هون على هذا العرش، وكان أخي عم ينال عقابه اللي بيستحقه بسجن الشمشير. بس للأسف ما كان إلي نصيب بإني أقعد على عرش السلطنة. ما رح أروح على الحرب ولا رح أحقق انتصارات، وحتى شعور الأبوة ما انكتب لي عيشه. الذنب ذنبي، وما بقى فيني أحضر صلاة الجمعة ولا أسمع الناس وأنا راكب حصاني عم يهتفوا بصوت قوي يعيش السلطان قاسم خان. في حدا كشف سرنا وفشل خطتنا، بس مين من كان هالحدا يكون إلا ما لاقيه وإخنقه بإيدي؟ ما في لزوم تدوري عليه بعيد، ليكو قدامك يلي حرمنا من أحلامنا وخرب كل عيشتنا هو السلطان مراد. ما رح يتعظ، دور أخي إبراهيم رح يجي. إذا ما تخلصتي من قيود محبتك ورحمتك على مراد، ما في شي رح يوقفه أبدا. رح يقتلكن لأنه قاتل. السلطان مراد واحد قاتل، ظالم، مستبد. اقتلوه يا أمي، اقتلوه، ما بيستاهل يعيش، وإلا رح يقتلك ويقتل إبراهيم من بعدك. الظاهر كنت عم تشوفي كابوس مزعج. شكلي ما عم بقدر ميز بين الحقيقة والخيال. يا ريت كل اللي عشته كان كابوس، وبعد ما فيق منه لاقي جنبي كل ولادي، عثمان، محمد، إبراهيم، قاسم. كنت بتحمل الكابوس. وأنا كنت بتمنى ما وقف قدامك عاجز. أنا وقت شفت الإشارة طلعت كنت رح أتحرك فوراً،
بس حسين دخل فجأة ومنعني وقال لي انتم كشفتوا والأفضل تبقى هون. وكيف قدرت تجي هلأ؟ إذا السلطان مراد رماني بالسجن وقتل أخو قاسم كيف ما عاقبك إلك؟ حسين ما خبره لمولانا، هو حماني بس كرمال الماضي اللي بيناتنا. ولو قدرت إجي يمكن كنت ساعدت بشي، وحتى لو ما قدرت على القليل ما كنت تركتك لوحدك. سامحيني. أنت مالك ذنب بالموضوع، أنا وياك وقعنا بفخ الناس اللي خانونا. شوف لوين وصلنا، أنا اللي كنت رافضة أن في هالقصر القديم قاعدة هلأ بسجن تحت الأرض. أنا انهزمت يا كمال، انهزمت، اندفنت بالعتمة وهلأ ناطرة الموت. أبدا يا سلطانة، انتي ما بتيأسي ولا بتتراجعي، وقوية دائما وصامدة على طول. انت انسانة جبارة، وانا بعيني كنت شاهد على قوتك وعلى صمودك، وشفتك شلون كنت تتحدي نفسك رغم كل الظروف وتنتصري على كل المصاعب. ولهذا السبب أنا متأكد أنه ما في عتمة ممكن تطفي نورك. لا تيأسي يا سلطانة ولا تستسلمي. سلطانة، خليتوني يحضروا لك هذا الطبق، بعرفك بتحبي. مالي نفس لشي سلطانة، هيك ما بيجوز، مرضك مو سهل ولازم تاكلي. لا سمح الله إذا صار لك شيء، أنا بقصد شو رح يصير فينا. سلطانة لو سمحتي كلي بس لقمة. سلطانة هذا الشيء مو منيح، بيجوز تتأذي. افتح. مولاي، السلطانة قسم وضعها مو منيح. شو اللي صاير معها؟ ما عم تاكل شي يا مولاي. إذا استمرت بهالشكل هاد ممكن إنها تغيب عن الوعي. Thank you.
مفكرة حالك رح تعاقبيني بهالطريقة؟ يعني انت بدك تقتلي حالك وتحمليني ذنب موتك، مو هيك يا أمي؟ ذنبك بموت أخوك رح يكفيك، مو محتاج لذنب تاني. أنا ما عم بقدر أكل، يمكن لأنه ما بدي أعمل شي ساعدني عيش من بعد موته. عم حس الأكل عار وذنب كبير ما بدي ارتكبه. انتي ميزتي بيني وبينهم، اخواتي بتحميهم وانا بتتخلصي مني، ليش؟ صحيح قتلت اخي قاسم، بس من وراكي انتي. هي هي حجتك؟ هاد مبررك قدامي؟ كل ما تتطلع بالمراية رح تشوف حقيقة روحك البشعة يا مراد. رح تشوف صورة المجرم اللي قتل أخوه بدم بارد. وانت شو رح تشوفي بس تتطلعي بالمراية؟ رح تشوفي فيها وش الشخص اللي قتل مصطفى وفاريا. مظبوط، أنا قتلتهم لأنهم حرضوك ضدي وضد إخواتك، استاهلوا هالمصير، كان لازم يموتوا من زمان. إيه، كان بدي نزلك عن العرش. بس يشهد علي ربي ما كان بدي أقتلك مثل ما عملت أنت مع قاسم. أنا لا يمكن أقتل حدا من ولادي. كان بدي نزلك عن العرش، ايه بعترف، لأنه أنت ما بتستاهل تكون سلطان يحكم هاي الدنيا. العرش بده سلطان، مو حدا مجرم. ومين بيستاهل؟ قاسم ولا إبراهيم؟ أنت ما بدك واحد عنده شخصية، بدك أراجوز، ما هيك يا أمي؟ إياك تقلي يا أمي مرة تانية، إياك. أنا بعمري ما رح سامحك ولا تحلم بذرة رضا مني. بعد ما قتلت قاسم بدم بارد أنا بتبرى منك ليوم الدين مراد. رجع السلطانة قسم على جناحها. الله يخلينا إياك يا مولاي. سلطانة، سلطانة، نادوا الحكيمة فورا. سلطانة، سلطانة، تحملي. سلطانة، انشغل بالي لما حجي قال لي انك مريضة وتعبانة، طمنيني كيف صرتي؟ اليوم ما رح موت، لا تخافي. بيقولوا انه كل شر فيه وراه خير. مرضك خلى مولانا السلطان يرضى يطالعك من السجن، يعني عقابك خلص انتهى. شو رح تفرق اذا عشت او متت؟ ما أخوكي حول الدنيا كلها لسجن كبير ودفني قبل ما موت. لا تقولي هيك يا سلطانة، الله يديمك ويطولنا بعمرك. وما تنسي إنه إبراهيم بفضلك لسه عايش، المفروض تضلي قوية بس كرماله. كيف إبراهيم؟ أنا عم ضل جنبه دائما، وضعه منيح، لا تخافي عليه. سلطانة، الوزير سنان باشا حكاني من شوي وطالب إنه يشوفك، قال في موضوع كتير مهم.
خير سنان باشا، شو الموضوع المهم واللي ما بيتأجل؟ وفاة ابنكم سمو الأمير قاسم بهالطريقة كتير ألمتنا. ربي يجعل مسواه الجنة والبقية بحياتكم. قالوا لي إنه السلطان مراد أمر بقتل السلطان إبراهيم كمان، وحضرتك اللي وقفت بوشه. أنا منعته مؤقتا لأنه السلطان مراد ممكن يغير رأيه بأي لحظة، وهذا هو لب موضوعنا. سامحيني على كلامي، بس أنا مو ممنون من تصرفات مولانا السلطان أبدا. لا سمح الله إذا صار شيء للأمير إبراهيم، مستقبل أسرتنا الحاكمة رح يكون مرهون بإيد السلطان المجنون مصطفى. الله لا يقدر، أنا رح أعمل المستحيل لحماية أميري. وأنا من شان هيك إجيت، في شغلة مهمة ضروري تعرفي فيها. مولانا السلطان مصاب للأسف بمرض خطير ومميت. أنت شو بدك تقول سنان باشا؟ مولاتي السلطانة، مثل ما بتعرفي يا سلطانة أنه أمير شلبي هو اللي عالج مولانا، ولهالسبب صار رئيس الحكومة بالأصل، وهو رح يشرح لك وضعه الصحي بالضبط. أمير شلبي خير؟ شو مرضه ابني؟ مرضه بالكبد، كبده مع الوقت عم بيتلاشى ويضمر، وإذا ضمر أكتر من هيك مستحيل أنه يعيش. ورح يشفى منه؟ في حال التزم بالأدوية ورضي يترك المشروب، تلف الكبد بيصير أبطأ بكتير. بس في حال مولانا ما أخذ العلاج المناسب، بوقت قصير رح يموت. لشو عم بتلمح سنان باشا؟ قلي شو المقصود؟ أنا بس عم حط كل الاحتمالات قدام حضرتك، والقرار بيرجع إليك. دولتنا العالية ومستقبل الأسرة الحاكمة، وخاصة حياة سمو الأمير إبراهيم كوريث وحيد، مرتبطين بهالقرار. دستور مولانا السلطان مراد خان. إبراهيم، أنا طلبتك لعندي، ليش ما إجيت؟ أنا فكرت إنه هذا فخ يا مولاي، ما وثقت بكلامهم. سامحني، أنا مخلص لإلك وما رح أطلع من هون نهائياً. أنا والله ما كان بدي يصير هيك أبدا، ما كان بدي حدا يموت. هنن اللي أجبروني على هذا التصرف، خيانة قاسم وأمي ورغبتهم بالعرش. من قبل قلتلي السلطان ما بيقدر يغفر الخيانة، وإذا غفر ما بيكون سلطان. بس يا مولاي، أنا شو ذنبي؟ أنا والله ما خنتك، مو حرام تبعت الجلادين لإلي كمان؟ ليش كنت مصر إنك تقتلني؟ يعني لو ما صار الزلزال أنا كنت ميت هلأ. ليش؟ جاهب عنك،
خوفك خلاك تفكر اني بيوم من الايام رح ساوي مثل ما ساوى فيك قاسم. صدقني يا ابراهيم، ما حدا انقذك غير براءتك. مو بس الزلزال، حافظ عليها وما تخسرها ابدا، لانه يا اخي اذا بتخسر براءتك رح تفقد كل شيء وتصير مثلي. أنا بعتت وراك اليوم لحتى خبرك إني حأخذك معي. إبراهيم، أنت كيف طلعت؟ مراد هو اللي طالعني يا أمي، ورح ياخدني معه على الحرب. مفكر هيك رح يحمي حاله؟ يمكن هي آخر مرة بشوفك، يمكن أنا ما أرجع. أنا بشو وعدتك؟ أنا ما رح أسمح لمخلوق يلمسك، يجرب حدا بس إنه يقرب عليك. بعرف ما حميت قاسم، بس بروحي رح أحميك ورح ترجع لنا بخير وسلامة، ومخاوفك كلها رح تزول أكيد. لا أصحك يا أمي، أصحك تفكري مجرد تفكير إنك تسلميني العرش. آخر شي فكر فيه السلطنة والعرش. أنا بس ما بدي موت. أنا كل شي عملته بحياتي مشان تضلوا عايشين يا ابني. بس أنت فشلتي يا أمي، قاسم قتلوه، عدموه، وانت ما رح تقدري ترجعيه للحياة. لا تحكمي علي بنفس القدر، أنا بترجاكي تركيني عيش حياتي. بدي أعيش بهدوء، أنا بدي أقضي حياتي بين ورائي وكتبي. بدي مرة واحدة بس ناموا ما أشوف الجلادين وهن عم بيلاحقوني.